أسعد الله أوقاتكم، معكم المدرسة منال النجار من ثانوية البعث للبنين في قطنة، ورحب بكم طلابي الأعزاء الحاضرين وطلابنا المتابعين على المنصة التربوية. نتعرف إلى أسماءكم طلابي. عبد الرحمن مرزوق، أوران الصوص، أدهم حاطوم، مهند المقدار، علاء الرخلاني، عبد المجيد حمدان. أهلا وسهلا فيكم شباب. اليوم درسنا رح يكون هو الدرس الأول من الوحدة الثامنة بعنوان مفهوم الذات. بداية سوف نقوم بنشاط. لو سألت عبد الرحمن كيف تصف ذاتك بكلمتين؟ العظمة والإبداع. العظمة والإبداع. عمران؟ خجول ومتسرع. خجول ومتسرع، جيد. أدهم؟ أجد في نفسي الجانب الكوميدي. تمام. ولا اجتماعي غالب. تمام، تضحك رفقاتك دائما، أحسن. مهند؟ طموح وعقلاني. طموح وعقلاني، بالفعل هي صفاتك حقيقية. علاء؟ متردد وطموح. متردد وطموح، تمام. احيانا التردد ممكن يعيق الطموح شوي، لكن جيد. تفضل. محب للخير واجتماعي. محب للخير واجتماعي، ممتاز جدا. طيب هذه هي صورتكم عن ذواتكم. الان اريد ان اسال، ماذا تقيم زميلك يا عبد الرحمن؟ بماذا تصف عمران؟ الوفي الصادق. وفي صادق، ممتاز. من صفاته الشخصيه مثلا، خلينا نقول هل هو متسرع، هل هو حنون، هل يلتزم بمواعيده، منضبط؟ قوي الشخصيه. قوي الشخصيه، غير منضبط. ما رايك ب لما يقوله زميلك عن شخصيتك، هل هو دقيق ام هنالك صوره خاطئه مثلا؟ هلا هو يعني مو دقيق زياده. تمام. بنسبة. احسن. ادهم تقريبا. كيف تصف مهند بكلمتين؟ مهند اجد فيه الانعزال قليلا. تمام. هاي وكمان كثير انسان خلوق ومحب للخير. ممتاز. ما رايك، هل بالفعل انت منعزل؟ بعض الشيء. بعض الشيء. اذا تقييمه لك او الصوره اللي كونها عنك هي فيها نوع من الدقه. نعم. احسن. طيب يا علاء كيف تصف عبد المجيد؟ بصفه انه سريع الغضب، انه سريع الغضب بكل سريع شيء. الغضب، هل انت سريع الغضب يا عبد المجيد؟ اذا هو يعرفك عن قرب. تمام. وبالتالي اذا نستطيع ان نستنتج من مناقشتنا او من النشاط الذي اجريناه ان الانسان صورته عن ذاته أو مفهومه عن ذاته فإنه يبنيه بطريقة شخصية أو يستطيع أن يتعرف إليها من خلال انعكاس آراء الآخرين والمحيطين فيه. هذا ما سنتعرف إليه في أكثر من محور في درسنا المعنون بمفهوم الذات. بداية سوف نتعرف في محورنا الأول على معنى الذات. بداية ميز الفلاسفة في الإنسان عندما أرادوا أن يدرسوا هذه الذات ويعرفوها ويقدموا النظريات حولها، وجدوا أن الإنسان يتكون من مكونين أساسيين، جسمي مادي، أي أن الإنسان لديه أعضاء، الحواس، لديه البنية التي يتعامل فيها مع الآخرين إلى آخره، وكذلك المكون الآخر هو النفس أي الروح. فهذين المكونين يكونان شخصية الإنسان، يكونان ذاته، ومن خلالهما يتعرف أيضا إلى العالم المحيط حوله، وبالتالي يستطيع أن يبني أفكاره بشكل عام وكذلك أفكاره عن ذاته الخاصة وعن ذوات الآخرين. فالسؤال الذي تم طرحه من الاتجاه أو الناحية الفلسفية، ما هي الذات؟ سوف نتعرف إلى تعريفات الذات. الذات هي، تفضل قرأنا يا مهند. الذات هي الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه في ضوء أهدافه وإمكانياته ومعطيات الواقع. تمام. إذا الذات هي الفكرة التي نكونها عن أنفسنا من خلال تجاربنا الشخصية، من خلال آراء الآخرين. في بعض الأحيان أكون مجتمع مثلا مع أصدقائي أو مع أهلي، فأجد أن البعض يعطيني تقييما، فأقف عند هذا التقييم، يا ترى بالفعل هل ينطبق على ذاتي؟ أو أحيانا أمر بتجربة فأسأل نفسي، يا ترى هذه التجربة ماذا أفادتني، ماذا غيرت بي؟ وبالتالي فإنني أتعرف إلى ذاتي من خلال معطيات الواقع، من خلال تجاربي، من خلال إمكانياتي، وكذلك من خلال تصوري أو تفكيري حول نفسي. أيضا هنالك تعريف آخر للذات، تفضل قرأ لنا يا أدهم. هي نظام معقد يتكون نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين وتتميز بفعاليتها في تحديد أفعال الفرد وإدراكه لما حوله وكذلك قابليتها للتعديل. ممتاز. إذا هي نظام معقد يتكون نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين. ماذا نقصد بأنه نظام معقد؟ نظام معقد لا نفهمها بالمعنى السلبي، إنما بالمعنى الإيجابي، أي أنها تتكون من مزيج كبير جدا من الأفكار، من التجارب، من الخبرات، وكذلك من الإمكانيات من خلال تفاعلي مع الآخرين. فمثلا أنا أحيانا أتعامل مع صديقي بغضب، مع صديقي ذاته أحيانا أتعامل برفق بهدوء إلى آخره، وبالتالي أتعرف إلى هذه الأمور التي تحصل داخل نفسي من خلال علاقتي مع الآخرين. فهي شيء يتميز بالفاعلية، هي ليست شيء ثابت، ليست شيء جامد، إنما لديه فاعلية وتحدد أفعال الفرد وإدراكه لما حوله وكذلك قابليتها للتعديل. إذا هذه الذات هل هي شيء جامد
ثابت غير قابل للتعديل أم أنها قابلة للتعديل والتطور؟ تفضل مهنا. قابلة للتعديل. أحسن، إذن هي قابلة للتعديل. الآن نطرح السؤال، بماذا نشير إلى الذات؟ نحن تعرفنا إليها بالمعنى العام، ولكن من الناحية الفلسفية أو بالتعبير الفلسفي نكون دقيقين أحياناً من ناحية المصطلحات التي تعبر عن المفهوم الذي نتحدث عنه. فمثلاً فلننظر إلى المقولة الآتية: أسمى أفعال النفس هو التفكير، وأعلى درجات التفكير هو التفلسف. هذه المقولة للفيلسوف أرسطو. عندما أريد أن أعبر عن الذات بتعبير فلسفي نحتاج إلى تعريفات أو مصطلحات واضحة. أشهر وأهم هذه المصطلحات، تفضل اقرأ يا عمران. يستخدم مصطلح الأنا. مصطلح الأنا للعمليات النفسية. ممتاز. شو يعني يستخدم مصطلح الأنا للإشارة إلى العمليات النفسية؟ الاستنتاج، التفكير، الانتباه، التخيل إلى آخره. فأقول أنا أفكر، أنا استنتجت، أنا أحلل، وبالتالي يستخدم مصطلح الأنا للإشارة إلى هذه العمليات النفسية. تفضل يا عبد الرحمن. ويستخدم مفهوم الذات للإشارة إلى مفهوم الشخص عن نفسه. تمام. إذن مفهوم الذات للإشارة عن مفهوم الشخص عن نفسه. فمجموعة الأفكار التي يكونها المرء عن ذاته يعبر عنها بالذات، الذات المفكرة، الذات العاقلة، الذات الطموحة، الذات خليني أقول المتجددة، المنطلقة في الحياة إلى آخره. فهذه المفاهيم التي أكونها عن ذاتي يعني نسميها أو نطلق عليها مفهوم الذات. ولكن من أجل أن لا نقع في ارتباك أو أي التباس، فإن هذين التعبيرين قد يستخدم أحدهما مكان الآخر. فلو قلت الذات أو قلت الأنا فإنهما يعبران عن معنيين متقاربين بالمعنى العام. الآن سنتعرف إلى المحور الثاني في درسنا، وهو صورة الذات. ماذا نقصد بصورة الذات يا شباب؟ شو بنفهم من كلمة صورة الذات؟ تفضل يا أدهم. هي ذات كما يتخيلها صاحبها أو جيد. تشكل فكرته عند صاحبها يعني. جيد. أيضا من يعطينا رأي؟ تفضل علاء. يعني هو هي بتكون صورة خاصة وصورة اجتماعية يعني. جيد، لا بأس. يعني الصفات اللي أراها بنفسي أنا بجوز إنه رفيقي أو صاحبي ما يشوفها فيني. تمام، أحسنت. إذن هي انعكاس آراء الآخرين أو انعكاس صورتي أنا عن نفسي. تفضل يا مهند. تختلف صورة الذات كثيرا عن الذات. يعني مثال بأنه مثلا أنا جواتي في شيء وعم بظهر شيء غيره. أحسنت. إذن أنا قد يكون لدي صفات في ذاتي ولكن أخفيها نتيجة مثلا رقابة المجتمع أو نتيجة الخجل أو إلى آخره، وبالتالي يكون هنالك صورة أبديها للآخرين مختلفة عن حقيقة الذات. أحسنتم شباب. إذن صورة الذات مقصد بها، تفضل قرأنا يا عبد المجيد. صورة الذات هي الذات كما يتخيلها صاحبها. ممتاز. وقد تختلف صورة الذات كثيرا عن الذات كما هي في الواقع. تمام، نوقف هون. إذا صورة الذات هي كما يتخيلها صاحبها، أنا مثلا أجد نفسي إنسانا محبوبا ولكن قد لا يكون هذا الأمر موجود في الخارج. قد أتصور نفسي يعني خجولا، منعزلا، منطويا، ولكن عندما يحتاج أصدقائي إلى المساعدة فإنهم يجدون هذا الأمر مني مباشرة. وبالتالي فإن صورة الذات هي انعكاس هذه المفاهيم التي لدي، إن كانت أظهرها كاملة أو بشكل جزئي. وكذلك قلنا قد تختلف صورة الذات كثيرا عن الذات كما هي في الواقع، كما ذكرنا سابقا بأن قد يكون الإنسان لديه بعض الصفات ولكن يتصور أن هنالك صفات موجودة فيه ولكن قد لا تكون هذه الصفات موجودة. هذه الصورة لها أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد. لماذا؟ لماذا تكون صورة الذات لها القيمة والأهمية في حياة الإنسان؟ تفضل يا عبد الرحمن. لها أهمية كبيرة لأنها دائما تدفعه للمثالية التي يسعى لها أو كما يرى نفسه بصورة مثالية. ممتاز. تدفعه دائما للعمل المتواصل والسعي والجهد. أحسن. أيضا شباب. أدهم. أنه عندما يتمثل الإنسان بذات إيجابية فرضا، ممتاز، بده يصير يلتزم أنه يتصرف في أفعال إيجابية تتوافق مع ما يتصرف. أحسنت. إذن ممكن تشكل له حافز. يعني أحيانا الإنسان يضع في نفسه صفات إيجابية لا تكون موجودة ولكنها تشكل حافز لأن يسعى لامتلاكها. أحسنت. سلوك متميز. ممتاز. تفضل يا علاء. يعني فينا نقول هذا الشيء لو أنه باللغة العامية، يعني مثل ما سبقتي قلتي أنه لما الإنسان يكون متردد أو خايف بس لما رفقاته إنه يحتاجوا شيء بيكون أول واحد بيساعدهم، هذا الشيء بيساعده إنه كمان يغير شخصيته. ممتاز. يعني بجوز ينتقل من الخوف
لا بأس أحسن. إذن أنا هذه الصورة التي تكون لدي حتى وإن كان فيها بعض الصفات غير موجودة ولكنها قد تشكل حافزا من أجل أن أطور هذه الذات وأن أنمي الجوانب الإيجابية فيها، وكذلك عندما أدرك هذه الملكات والصفات الموجودة في هذه الذات فإنني أحافظ عليها وأعرف نقاط القوة الموجودة في شخصيتي كي أعرف كيف أتوجه في هذه الحياة بطريقة صحيحة. أحسنتم شباب، مشاركتكم جدا غنية وفعالة. صورة الذات ديناميكية، ماذا نقصد بهذه المقولة يا شباب؟ تفضل أدهم. أنها صورة قابلة للتجدد والتحديث، تمام. غير جامدة وثابتة يعني في حد معين. أحسنت، مر معنا قبل قليل في أحد العبارات أنها قابلة للتعديل، وبالتالي معنى أن الذات ديناميكية أي أنها ليست ثابتة، ليست جامدة، إنما هي قابلة للتعديل. تفضل اقرأ لنا يا علاء. أي أن صورة الفرد عن ذاته ليست صورة ثابتة بل متجددة ودائماً ودائمة التغيير، ودائمة التغيير. وتقسم إلى قسمين. أحسن، إذن هي دائما متجددة ودائمة التغيير، أي أن ذاتك وإدراكك لذاتك وصورتك عن ذاتك كذلك عندما كنت في مرحلة الطفولة تختلف عن صورتك وإدراكك لذاتك في مرحلة مثلا الصبا، في مرحلة الشباب، وكذلك سوف تتغير وتتحول في مرحلة في المراحل العمرية المتقدمة وفق تطور التجارب والخبرات التي ستمر فيها. وقلنا أيضا أنها تقسم إلى قسمين أساسيين وهما صورة خاصة يقصد بها فكرة الفرد عن نفسه، وصورة اجتماعية أي ما يعتقده الآخرين عن الشخص. تفضل اقرأ لنا يا مهند، ماذا نقصد بالصورة الخاصة؟ فكرة الفرد عن نفسه تتضمن الشعور بالذات وإدراكها وتتحلى في التعبير وتتجلى في التعبير عن الميول والتقدير الذاتي بالرموز والكلمات التي يصف بها الفرد نفسه. تمام، إذا تتضمن الشعور بالذات وإدراكها وتتجلى في التعبير عن الميول والتقدير إما بالكلمات أو بالرموز. فمثلا عندما يجد هيك أحدكم نفسه أنه أنيق، أنه اليوم حافظ للدرس، فنجد أنه يدخل ويهتم بشكله ويقوم بهذه الحركات، أو أنه يبتسم بطريقة يعني تشير للآخرين بأنه واثق من معلوماته بأنه حافظ درسه، وبالتالي يعبر عن هذا الأمر بالكلمات أو بالرموز أو بالتصرفات. فهذه الفكرة هي التي تعكس، أستطيع أن أرى هذا الشخص الذي يمشي في الطريق، إن كان يسير مثلا بهذه الطريقة وهو كئيب أستطيع أن أفهم بأنه حزين، وإن أيضا رأيته هكذا يمشي بثقة وبثبات وإلى آخره أستطيع أيضا أن أكون صورة عن ذاته بأنه سعيد، بأنه واثق، بأنه سعيد إلى آخره. وبالتالي هذا ما نقصده حول الصورة الخاصة. تفضل اقرأ لنا يا عبد الرحمن، ماذا نقصد بالصورة الاجتماعية؟ ما يعتقده الآخرين عن الشخص، أي دور الآخرين في تحديد إدراك الفرد لذاته وتتكون من الرموز والكلمات التي يصف الآخرون بها الشخص. تمام، إذن الإنسان لا يستطيع أن يكون منعزلا، إنما يعيش في جماعات متعددة، جماعة الأسرة، جماعة المدرسة، جماعة المجتمع الكبير الواسع، وبالتالي لدينا علاقات تحكمنا أو تحكم سلوكاتنا وتصرفاتنا مع هذه المجتمعات التي ننتمي إليها. وبالتالي هذا التقييم الذي نجده من المحيطين لنا سواء من مدرس، سواء من أحد من أفراد الأسرة، سواء من أصدقائك، من أحد الجيران إلى آخره، وبالتالي عندما يقدم لك أحد هؤلاء الأشخاص تقييما فتقف وتسأل نفسك هل أنا حقا أتصف بهذه الصفة؟ طيب إذا كانت غير موجودة فيني، مثلا لو قدم لي انتقادا معينا لماذا ينتقدني؟ فأبدأ أراجع نفسي لأعرف من الممكن أن لدي سلوكا أو تصرفا معينا أعطى صورة خاطئة للآخرين، فأبدأ أنتقد نفسي، أقيم نفسي، وأحاول وأسعى أن أحسن هذه الصورة، وبالتالي أيضا رأي الآخرين قد أجده بطريقة الكلمات نقد مباشر أو بعض العبارات المديح، وكذلك ببعض الإشارات والرموز التي تحدثنا عنها سابقا. في أي سؤال يا شباب؟ تفضل يا علاء. عندك أن نوضح فكرة أنه كمان يعني بتساعد الإنسان أنه يبحث بداخله، بيتعمق بنفسه عشان يعرف أنه شو الإمكانيات اللي عنده، وين بيقدر يوصل بالشيء. أحسنت، يعني من الممكن أن الإنسان لا يلتفت إلى صفة إيجابية موجودة فيه، ولكن نتيجة عبارة أو تقييم من أحد المحيطين فيه ينتبه لهذا الأمر ويتعرف إلى ذاته بعمق أكبر. أحسنت يا علاء. السلوك الواقعي والموضوعي للذات يؤدي إلى مجموعة أمور. مثلا أنا لو كونت صورة مخالفة عن حقيقة ذاتي أو سوف يؤدي إلى بعض الأمور، ولكن إن كونت صورة مطابقة لما أنا موجود عليه في الواقع، لما هي الصفات الموجودة في ذاتي على أرض الواقع، فماذا يحدث إن كان صورتي الذاتية مطابقة للأمر الخارجي أو هي شيء موضوعي بغض النظر عن العواطف أو الإعجاب بنفسي؟ ماذا تؤدي إلى أمور؟ تفضل اقرأ لنا يا أدهم. سوف تؤدي إلى
تؤدي إلى السلوك المتوازن ومنسجم مع التصور. بمعنى أن الإنسان عندما يكون صورة حقيقية وصحيحة عن ذاته بغض النظر أو بعيدا عن المبالغة أو عن الصفات المثالية التي يستحيل تحقيقها، فإن سلوكه عندما تكون صورته واقعية منطقية صحيحة سلوكه سوف يكون منسجما. أما مثلا الشخص الذي لا يكون خليني أقول بدرجة عالية من الحفظ من المعرفة يحاول أن يبرز أنه شخص متميز لكن يفشل، هذا قد ينعكس عليه بالإحباط. لذلك علينا أن نكون صورة صحيحة عن ذواتنا من أجل أن تكون سلوكاتنا مقبولة منسجمة، وبالتالي نحصل على ردود الأفعال الإيجابية من الآخرين. ننتقل إلى محور آخر أعزائي الطلاب. المحور الثالث هو تحقيق الذات. تحقيق الذات يؤدي إلى مجموعة من الأمور، تفضل قرأنا يا علاء. تؤدي تحقيق الذات الى ان يؤدي الى تؤدي الى الثقه بالنفس، وهو يؤدي الى الثقه بالنفس، اي ان الانسان عندما يحقق ذاته ويتعرف الى هذه الصفات الايجابيه الموجوده فيه ويستطيع ان يعبر عنها بكل حريه بكل صدق بكل توازن وانسجام وموضوعيه، فان هذا الامر يؤدي فيه الى الثقه بذاته، لا يعود خجولا، لا يعود مترددا، لا يعود منطويا او منعزلا عن الاخرين. اثنين يا علاء، وهو دافع متواصل للحياة رغم كل العقبات. ممتاز. إذن أنا عندما أحقق ذاتي يصبح لدي دافع لأن أكمل في الحياة، لتستمر مسيرتي في الحياة، في الإنجاز، في الإبداع، في الدراسة، في التواصل مع الآخرين، في مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم ودعمهم بطريقة إيجابية. وكذلك أيضا يا علاء، ويجعل الفرد أكثر تمايزا وتطورا واستقلالية. تمام. إذن يصبح الإنسان غير معتمد على الآخرين. فالطفل مثلا بداية عندما يحصل على علامة مرتفعة يذهب إلى والديه أنه أنا جبت علامة منيحة، شوفي ماما شوفي بابا، فبينبسط برد الفعل. لكن فيما بعد عندما يبدأ يفهم ذاته ويتطور إدراكه لهذه الذات، فإنه يصبح يشعر بالاستقلالية، يشعر بسعادة ويشعر بتقبل ورضا لآراء وانتقاد الآخرين، ويشعر بسعادة برأي رد فعل أهله، ولكن يعود سعادته إلى منبع ذاتي، تصبح منبع ذاتي. فأنا أتفوق في دراستي، أحسن من ذاتي، أحسن من سلوكي من أجل السعادة أو من أجل تحقيق ذاتي وقناعاتي أنا، أنني أجد هذا الأمر مناسب فأشعر أنني موجود عندما أحقق ذاتي، وبالتالي أصبح أكثر تميزاً أكثر تطوراً وكذلك أكثر استقلالية. تفضل تابعي عبد المجيد. أما ما نراه من سلوكيات سيئة فسببه يعود إلى الظروف التي تعيق تحقيق الذات. تمام. والتي يظن الفرد أنها تحقق ذاته. طعنا المثال كمان. قد يلجأ الطالب إلى التنمر نتيجة فشله في التحصيل الدراسي. تمام. إذا نحن قد نشاهد بعض الحالات في المجتمع أن الأفراد يكون لديهم سلوكات سيئة، لديهم عنف، لديهم انعزال شديد، لديهم تنمر. طبعا التنمر كما تعرفنا إليه في الكتاب الأول هي حالة التعدي على الآخرين بدون وجه حق، وبالتالي فإن هذا الأمر يكون عائد إلى أسباب نفسية، أسباب مرتبطة بتحقيق الذات. فعندما لا يحقق الفرد ذاته يشعر بنوع من الإعاقة، يشعر بنوع من الإحباط، وبالتالي يحاول أن يعبر عنها بطريقة خاطئة. فالإنسان الذي لا يستطيع تحقيق ذاته يعبر عنها بطريقة سلبية. فمثلا قد يلجأ الطالب إلى إيذاء أصدقائه، إلى التعدي عليهم، إلى التنمر، لأنه لا يحصل العلامات الدراسية الجيدة. في أي سؤال إلى الآن يا شباب؟ تمام. من تابع إذن؟ سمات الأشخاص المحققين لذواتهم. هؤلاء الأشخاص الذين يستطيعون تحقيق ذواتهم، يستطيعون التعبير عن صفات هذه الذوات بطريقة فيها حرية، فيها تحقق لهم ما يريدون في هذه الحياة من أهداف ومن مبتغيات، يتصفون بصفات أستطيع أن أحكم عليهم بأنهم ناس منسجمين مع أنفسهم، أن سلوكهم متزن، وبالتالي هنالك سمات تميزهم. تفضل اقرأنا يا مهند. عفوا. أول سمة من سمات الأشخاص المحققين لذواتهم الإقبال على الحياة بثقة وتفاؤل بالنجاح والسعي الدائم للابتكار. ممتاز. نلاحظ أنهم مقبلين على الحياة، سعداء دائما، يبثون التفاؤل أينما وجدوا، كذلك لديهم طموحات عديدة في الحياة وإنجازات أيضا لها أهميتها حتى وإن كانت بسيطة في نظر الآخرين، لكن يشعرون بأهميتها لما تحققه لذواتهم من أشياء إيجابية ومن تجارب جديدة تسهم في تطوير المعارف لديهم، وبالتالي ترفع من قيمة الذات لديهم. كذلك تفضل قرأنا يا مهند. اتجاههم الواقعي وتقبلهم لأنفسهم وللآخرين
وللعالم الطبيعي كما هو. تمام، هنالك نقطة مهمة في هذه العبارة وهي تقبلهم لأنفسهم وللآخرين. مثلا القضية التي ذكرناها قبل أن نبدأ بالدرس، أنه قد ينظر أحيانا في المجتمع إلى التخصص الأدبي على أنه تخصص أدنى من التخصص العلمي، لكن الإنسان الذي قد حقق ذاته والذي أدرك ذاته بطريقة صحيحة يستطيع أن يدرك ويفهم أن كل إنسان لديه قدرات مختلفة عن الآخرين، ليست أدنى أو أقل، لأن قدرات ومهمات والأدوار التي يؤديها أي فرد هي مكملة للمجتمع لأدوار الآخرين، ليست بدرجة أدنى أو ليست بدرجة أعلى. فقد يعمل الإنسان عملا بسيطا أو يعمل في حرفة بسيطة ولكن يكون مبدعا فيها ويكون في المكان المناسب، وبالتالي ينعكس إيجابا على المجتمع كاملا. هكذا يكون الإنسان متقبل لذاته، وكذلك عندما يفهم قدرات الآخرين ويتعامل معهم على هذا الأساس، لا يتعامل بفوقية أو بتكبر، فكذلك يساعدهم على تحقيق ذواتهم بطريقة إيجابية وبطريقة فعالة تفيد المجتمع وكذلك تنعكس عليه بشكل إيجابي. عندئذ نستطيع أن نحكم أن هذا الفرد يستطيع أن يحقق ذاته بطريقة إيجابية. كذلك يا مهند، يوجهون اتهاماتهم لحل المشكلة. يوجهون اهتماماتهم لحل المشكلة. أحسنت يا مهند. إذن الإنسان اللي قادر على تحقيق ذاته عندما يتعرض لأي مشكلة يضع كل تفكيره كيف سأحل هذه المشكلة، لكن الإنسان الذي لديه إعاقة في تحقيق ذاته هو لا يستطيع أن يحقق ذاته، فإنه يسعى إلى التبرير، إلى التفكير، إلى أحيانا حركات الاستعراض أمام المجتمع من أجل أن يظهر ذاته أو يعبر عنها، ولكن للأسف يكون هذا التعبير أو هذا الإظهار بطريقة سلبية أو بطريقة أحيانا مبالغ فيها، فلا تكون واقعية ولا تكون صحيحة. بينما الناس أو الأشخاص الذين يستطيعون تحقيق ذواتهم فإنهم يوجهون اهتمامهم لحل المشكلة، لإيجاد الحلول المناسبة فقط. في أي سؤال إلى الآن يا شباب؟ الله يعطيكم ألف عافية. تفضل يا أدهم. هلا تحقيق الذات أو الأشخاص محققين لذواتهم، إنه بس يكونوا شخصية إيجابية فعالة بالمجتمع ولا إنه يوصلوا لهدف معين هن بدنيا؟ تمام. هلا لا بأس أن يكون للفرد الذي يحقق ذاته أهداف شخصية يستطيع أن يحققها هو وتعود عليه بالنفع أو بالفائدة أو بالانسجام مع الذات والراحة النفسية، ولكن هذا الفرد عندما يكون بهذه الإيجابية الخاصة فإن إيجابيته سوف تنعكس بشكل أوتوماتيكي أيضا على المحيطين أي على المجتمع. تمام يا أدهم، أحسنت. لدينا الآن السؤال، ما هو الشعور الذي يتحقق أو ينتج عند أو عن تحقيق الذات؟ فأنا عندما أحقق ذاتي أعرف ما هي صفاتي وما هي إمكاناتي وأستطيع أن أحققها بطريقة واقعية، ما هو الشعور الذي سوف ينتج لدي؟ تفضل يا مهند. ثقة بالنفس. أحسنت، ثقة بالنفس. عمران. الرضا عن الذات. الرضا عن الذات، أحسنت. عبد الرحمن. الشفافية وعدم الخوف. ممتاز، أيضا عدم الخوف. تفضل. الإحساس بوجوده. إحساس بوجوده، أحسنت. أدهم. الشعور بقيمة الأنا وأنه أنا شو دوري شو. ممتازين شباب، أحسنتم. تفضلي علاء. الرضا عن النفس دائما. أحسنت، رضا عن النفس، عندما أشعر بأنني لدي رضا ولدي ثقة عن هذه الذات وبالتالي سوف أكون مبدعا في كل مجالات حياتي مهما كان دوري الذي أقوم فيه بسيطا ومتواضعا. أحسنتم شباب مشاركتكم الغنية والفعالة. تقدير الذات، أول شعور سوف يتكون لدي هو تقدير الذات. ماذا نقصد بتقدير الذات؟ تفضل اقرأ لنا يا عبد الرحمن. هو الشعور بقيمة الأنا الذي يتحدد من خلال الموازنة والمطابقة بين ما يسعى الفرد إلى تحقيقه ومستطاع أن يحققه فعلا. تمام، إذن هو الشعور بقيمة الأنا الذي يتحدد من خلال الموازنة والمطابقة بين ما يسعى الفرد إلى تحقيقه ومستطاع أن يحققه فعلا. فالإنسان عندما يعرف لديه طموحات معينة ويعرف ما هي الإمكانات الذي يستطيع أن يحققها يصبح لديه نوع من الاتزان كما ذكرنا سابقا بين ما أنا أرغب به وبين ما أنا أريد أو أسعى إلى تحقيقه. فمثلا لو شخص للأسف ظروفه اضطرته إلى ترك الدراسة وقال أنا أطمح أن أصبح طبيبا، هذا الأمر سوف يكون صعبا جدا، قد يعمل وقد يجد الظروف المناسبة التي تساعده على تحقيق هذا الأمر، ولكن إن لم توجد هذه الظروف، إن لم يجد ما يساعده، فماذا سوف يحصل لديه؟ ماذا سوف يشعر؟ خيبة أمل. بخيبة الأمل، وبالتالي سوف يعيش مشاعر سلبية وتنعكس عليه سلبا في حياته الواقعية لو أنه عمل في مجال آخر. تفضل يا مهند. وهذا يؤدي إلى التنمر. أحسنت، ينعكس ويؤدي إلى التنمر في المجتمع بكافة أشكاله، أحسنت. طيب تفضل قرأنا يا عبد الرحمن، ماذا نقصد بالمعنى الخلاصة؟ أي أن تقدير الذات يعني الموازنة بين الطموح والواقع. ممتاز، أحسنت، من وقف هون. إذن هو الموازنة بين الطموح والواقع، أنا قد أطمح بأهداف كثيرة فهذا لا بأس فيه، ولكن علي أن أدرك هذا الواقع
كيف يستطيع أو كيف أستطيع أن أستفيد منه من أجل تحقيق هذا الطموح؟ قد الواقع لا يساعدني، ولكن علي أن أطلب ما قد يكون أحيانا صعبا، ولكن لا تسمح لأحد أن يقول لك شيئا أن هنالك شيئا مستحيلا في الحياة. أي شيء في هذه الحياة يستطيع الإنسان أن يحققه بخلق الظروف المناسبة، بالطموح، بالعزيمة، بالإصرار. ولكن هنالك مقولة شهيرة تقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع أو أطلب ما يستطاع. وبالتالي إذا أردت أن تحقق شيئا أطلب شيئا يكون بمقدورك. مثلا أنا أريد أن أخرج إلى الفضاء، أنت لا تملك هذه الإمكانيات، تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مقياس بدني، مقياس صحي إلى آخره، وبالتالي كي تستطيع أن تحقق ذلك. لكن إن لم تكن لديك هذه الإمكانيات وظللت مصرا على هذا الطموح أو هذا الهدف، فإن الأمر سوف يعيق لك حياتك بشكل عام ويعود عليك بالمشاعر السلبية، وكذلك كما ذكر زميلكم عبد الرحمن خيبة الأمل. تقدير الذات له درجتان أو نوعان، هاتين الدرجتين، تقدير المرتفع والتقدير المتدني. ماذا نقصد بالتقدير المرتفع يا عمران؟ التقدير المرتفع هو نظرة الفرد الإيجابية لنفسه. تمام، تابع. من ذهب الشخص أن لديه ثقة بذاته كبيرة. تمام، ولا يقلق، ولا يقلق بشأن ما يفكر به الآخرون عنه. أحسنت. ولديه، ولديه توقعات إيجابية حول مستقبله، ويثق بنفسه بشكل كبير. أحسنت عمران، أحسنت. إذن التقدير المرتفع للذات، هذا الشخص الذي لديه تقدير مرتفع، تقدير إيجابي لذاته، يتمتع بثقة عالية، لا يهتم بالانتقادات السلبية للآخرين، لا يسمح لها أن تحبطه، ولكنه يأخذها بعين الاعتبار لكي يعرف إن كانت موجودة فيه أو لا. وكذلك لديه توقعات إيجابية حول المستقبل. مثلا أنا أريد أن أحقق شيئا لكن الآن هذا الأمر غير متاح، ولكن أتأمل في المستقبل بل أن الظروف ستتحسن وأن قدراتي أيضا ستتطور، وبالتالي سوف يصبح هذا الأمر بالإمكان. ويثق بنفسه بشكل كبير جدا، يعني لا يتأثر بالانتقادات السلبية، لا يسمح لها أن تترك أثرا سلبيا عليه. تفضل عبد الرحمن، عندك شيء بدك تقوله؟ بالنسبة للتوقعات الإيجابية حول المستقبل، تمام، هل يعتبر تشاؤم إذا كان مثلا تفضل الشخص مثلا عنده توقعات سلبية بالنسبة للمستقبل، لأنه عم ينظر نظرة واقعية للبيئة اللي عايش فيها مثلا؟ تمام. إذا كان عنده نظرة سلبية للمستقبل وعم يحاول يغير فيها، تمام. هلا إذا عم يسعى لحتى يغيرها، وقت اللي بينظر للواقع إنه هي الأشياء اللي غير موجودة أو الأشياء اللي لا يمكن تحقيقها في هذه المرحلة، هذا لا يعد نظرة سلبية. النظرة السلبية إن قلت أن الواقع لا يسمح في شيء وجلست دون أن أعمل شيئا. لكن عندما أنت تقول أنني أنظر إلى الواقع فأجد هو سلبي، ولكن أنا أقول في المستقبل سوف يصبح أفضل، فهذا يعبر عن نوع من التقدير المرتفع. لماذا؟ لأنني سوف أعرف ما هي السلبيات وأسعى إلى تغييرها. أما الشخص الذي لا يمتلك هذا التقدير فإنه سوف يقول أن هذا الواقع الآن سيء وسوف يظل سيئا. تمام يا عبد الرحمن، تفضل يا مهند، شو حابب تقول؟ إنه الواحد إنه يطمح لمستقبل إنه عالي، مشان إذا ما قدر يوصل له يوصل يعني مستقبل قبله، يعني إنه ما يوقف عن شيء معين. أحسن، يعني الإنسان لازم يوضع أعلى الطموحات، ولكن إن حقق الطموحات بدرجة أدنى يجب أن يتقبل هذا الأمر لأن هذا ضمن إمكانياته، من أجل أن لا يكون هذا الأمر سلبي عليه. تفضل يا علاء، أقرأ لنا حول التقدير المتدني. هو نظرة الفرد السلبية تجاه ذاته، وتميز هذا الشخص بضعف ثقته بنفسه، ولديه تشاؤم حول المستقبل وقلق حول التفكير الآخرين به. تمام، إذا التقدير المتدني للذات هو الصورة السلبية التي يكونها الفرد عن ذاته، هذا الذي ذكره زميلكم عبد الرحمن، أي أن الإنسان ينظر أن الواقع سلبي ولا يمكن تطويره، وأنه أيضا لا يمتلك القدرات والمهارات الكافية، وأنه لا يملك شيء حيال الأمر، وبالتالي يستسلم ويجلس، فتكون ماذا؟ ثقته بنفسه ضعيفة جدا، توقعه للمستقبل يكون متشائما وسلبيا، وكذلك يقلق حول تفكير الآخرين. يجب أن لا أقوم بهذا التصرف، يجب أن لا أقول كذا لأنهم سوف يحكمون علي أو يقولون كذا، فنبدأ أن نلاحظ بأنه يبدأ ينعزل شيئا فشيئا، وبالتالي يتحول دوره في الحياة تجاه ذاته وتجاه المجتمع إلى دور سلبي. فأي سؤال إلى الآن يا شباب؟ تفضل يا علاء. أنا من وجهة نظري بأيد أنه التقدير المتدني، أنه لازم الإنسان ما يبالغ بنظرته للواقع اللي عايش فيه، لازم يعرف يقدر الواقع بالبيئة المحيطة فيه. لا بأس، ولكن لا نقول أننا نؤيد التقدير السلبي، التقدير المتدني، إنما نظل في النظرة الواقعية، فنحن بحاجة أن يكون تقديرنا إيجابي من أجل أن لا نحبط أنفسنا. لكن لا بأس، نتمنى لك التفاؤل طبعا وتحقيق الإبداعات والإنجازات العظيمة في حياتك يا علاء. تفضل يا مهند، ماذا تريد أن تقول؟ هلا أنه نوجد حل لهذه المشكلة، أنه مثل المقربين، أنه مثل الأب الأم، أنه يضلوا عم يحفزونا، يضلوا عم يشجعونا لنوصل لمستقبل ولنأسس ذاتنا. تمام، إذن هنا
نشير إلى دور الأسرة ودور المجتمع كذلك، وأيضا أريد أن أضيف إليكم دور الأصدقاء. فنحن أيضا كأصدقاء، أنا أعرف أن صداقتكم متينة ومتقاربة جدا، فنحن نحفز أنفسنا إن وجدنا أحد محبط نتيجة بعض العوامل الطارئة في حياته نشجعه ونحفزه ونفائله أو نقدم له مشاعر إيجابية تجاه المستقبل، وأن الأمور سوف تكون أفضل وأننا نستطيع أن نحقق هذه الأمور بالإصرار وبالعزيمة بإذن الله. في عندكم أي شيء حابين تقولوا كمان شباب؟ تمام، إذا منتابع درسنا. هل يتأثر تقديرنا لذواتنا بالعوامل الداخلية والمحيطة؟ عندما أنا أقدر ذاتي وأعرف قيمة ذاتي، قيمة الأنا ومفهومي عن هذه الأنا، هل أسمح أو هل بشكل عام تتأثر هذه القيمة وهذا التقدير بعوامل الداخلية؟ مثلا لو كنت متعبا، لو كنت مريضا، لو كنت لسبب من الأسباب محبطا، أو مثلا الانتقادات السلبية، قد يمر الإنسان في مرحلة يجد انتقادات سلبية كثيرا، أو بطريقة أخرى إذا اخترت من جماعة مثلا مثل أنتم أصدقاء، اخترت أصدقاء هكذا فعالون في المجتمع، فعالون في الحياة، لديهم عزيمة وإصرار، واخترت هذه جماعات الأصدقاء الذين يتميزون بالإيجابية وجلست معهم ودرست معهم وعشت التفاصيل من حياتي معهم، فهل هذا الأمر يؤثر سواء سلبا أو إيجابا على تقديري لذاتي؟ ماذا برأيكم يا عبد الرحمن؟ يؤثر إيجابا طبعا. أحسن. طيب يا عمران؟ كمان إيجابا. أحسنت. كمان شباب، تفضل يا أدهم. لا أتوقع أنه يأثر سلبا، لأنه الواحد بيكون أخذ فكرة عن نفسه. تمام. ممكن يمر بأي ظرف أو بأي حالة أو يأثر في حدا من الأشخاص تغير هاي النظرة عنه. تمام، أحسنتم شباب. إذا سوف نجيب عن هذا السؤال، ما هي العوامل التي تؤثر في تقدير الذات؟ تفضل قرأنا يا عبد الرحمن. رد فعل الآخرين، المقارنة مع الآخرين. تمام. الأدوار الاجتماعية وتحديد الهوية. إذن هذه هي أبرز العوامل التي تؤثر في تقديرنا لذواتنا وتؤثر في الصورة التي نكونها كذلك عن ذاتنا. تفضل قرأنا يا عبد الرحمن. رد فعل الآخرين كيف يؤثر على الذوات؟ الحب والانتباه من الأشخاص المحيطين يزيد تقدير الشخص لذاته. تمام. إذن أما إذا واجهت تجنب والإهمال فإنه يعمق تقديره السلبي. فالطفل الذي يعيش في أسرة فيها محبة، فيها تفاعل، فيها مشاعر إيجابية، فإنه ينشأ على هذا التفكير وعلى هذه الشخصية وتقدير الذات الإيجابي. تفضل قرأنا يا أدهم. المقارنة مع الآخرين. يقول تقدير الشخص لذاته عن مقارنة نفسه مع أشخاص أكثر أهمية ونجاحا منه. تمام. أحيانا الشخص يوجد بين مجموعة من الأفراد لديهم إمكانات أو قدرات أو حتى ظروف مساعدة بدرجة أعلى من الظروف التي لديه، فيشعر بالإحباط أن كأنه هؤلاء الأفراد أفضل منه، وبالتالي قد ينعكس هذا الأمر عليه سلبا، ولكن كذلك قد يكون إيجابا بأنه يحفزه من أجل أن يحسن من قدراته وإمكاناته. تفضل قرأنا يا مهند. الأدوار الاجتماعية. الأدوار الاجتماعية الناجحة كالطبيب والمعلم تحمل سمعة جيدة وتجعل الفرد يقدر ذاته. تمام. أما الأدوار الاجتماعية كالسجين والمريض نفسيا فإنها تعطي الفرد تقديرا سلبيا نحو ذاته. تمام. كما تحدثنا أن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ينعكس على شخصيته وعلى ذاته وتقديره لهذه الذات، فإن الشخص الذي يكون له دور إيجابي في المجتمع فإن تقديره لذاته سوف يكون إيجابيا، وإن كان دوره سلبيا في المجتمع كالسجين أو المريض نفسيا فسوف يكون تقديره لذاته سلبيا. تفضلي على اقرأ لنا تحديد الهوية. تؤثر الهوية وانتماءات الفرد في تقديره لذاته، مثل انتمائه لفريق رياضي، فإذا كانت الجماعة محبوبة ومرغوبة بها أدى ذلك إلى شعوره بالإيجابية، أما إذا كان العكس صحيحا فسيؤدي إلى الشعور بالسلبية. تمام. فمثلا أنتم تشجعون فرق رياضية، من يشجع فريقا يربح باستمرار، عندما تقام مباراة كرة قدم فنجد أنه يكون متفائلا وأنه متفائل أن النتيجة سوف تكون إيجابية، وبالتالي يكون متحمسا ويكون تقديره للأمور دائما إيجابي. أحسنتم يا شباب. كل إنسان يستحق أن يقدر ذاته وأن يقدره الآخرين. أتأول هذه العبارة، من يستطيع أن يشرحها لنا؟ تفضل يا عبد الرحمن. أي إنسان بالمجتمع عنده الحق بأنه يكون شيء كبير. أحسنت. أو شيء صاحب قيمة يعني. أحسنت. وبالتالي كل إنسان يستحق أن يمتلك تقديرا إيجابيا، تقديرا مرتفعا، تقديرا يعينه أن يكون متفائلا وأن يقدر ذاته من أجل أن يكون فردا مبدعا. هذه المقولة تدفعنا إلى أن نطرح السؤال، ما هي الصفات التي أسعى لامتلاكها لأصبح جديرا بالتقدير؟ ما هي الصفات التي تسعون لامتلاكها حتى تحصل على التقدير الإيجابي؟ تفضل يا عبد الرحمن. القوة والحكمة. أحسن. أدهم. أكيد التأثير بالمجتمع بصفة إيجابية وخيرة. أحسن. إنه ما
تترك بصمة سلبية بي. ممتاز. أن أكون ذو خلق وأن أمتلك المبادئ وحسن التصرف وأن أكون عادلا في قراراتي وأن أكون متسامح مع الآخرين أيضا. أحسنت مهند. إذا كل ما امتلك صفات إيجابية كل ما انعكس هذا الأمر إيجابا على تقديري لذاتي وبالتالي سوف ينعكس أيضا إيجابا على الدور الذي أؤديه في المجتمع. الذات كما ينشدها الفرد. فالذات عندما أنا يعني أتعرف إليها أو في رحلة تعرفي وتكويني وتقديري لذاتي هنالك بعض الصفات التي أسعى أن تكون موجودة فيه تشعرني بالارتياح، وبالتالي يجب أن نتعرف ما هذه الصفات الأساسية التي أحب امتلاكها من أجل أن تكون أو تعبر عن ذاتي. فما هي، ماذا نقصد بداية بالذات كما ينشدها الفرد؟ تفضل قرأ لنا يا عبد المجيد. هي مجموعة التصورات والمدركات التي يكونها الفرد عن نفسه كما يتمنى أن يكون عليها. تمام، تابع. إذا لم تتسق صورة الذات النموذجية مع صورة الفرد كما هي في الواقع فإن هذا الاختلاف بين الصورتين يؤدي إلى تمام حالة اضطراب تشكل فجوة حقيقية بين طموح الفرد وما هو عليه بالفعل والشعور بالقلق والإحباط والتوتر. أحسنت يا عبد المجيد. إذا الذات كما ينشدها الفرد هي مجموعة المفاهيم مجموعة الإدراكات والتصورات التي يقيمها الفرد عن نفسه، وكما ذكرنا سابقا يسعى إلى الموازنة بينها بين ما يمتلكه من صفات في ذاته وبين طموحاته. هذا الأمر إذا استطاع الفرد أن يحققه فإنه يقدر ذاته بشكل إيجابي ومرتفع، ولكن إذا لم تتسق الصورة التي أكونها عن ذاتي مع معطياتي الحقيقية مع صفاتي الأساسية أو الموجودة حقيقة في ذاتي فإنها سوف تؤدي إلى آثار سلبية أهمها حالة اضطراب وكذلك القلق والإحباط. سوف يعني يكتسب أحسنت يكتسب كل الصفات السلبية وبالتالي سوف تحبط الملكات التي قد تكون إيجابية فيه. لذلك علي أن أكون صورة إيجابية وحقيقية وواقعية عن ذاتي، لا أن أبالغ جدا، وهذا ما ذكره علاء قبل قليل، أن لا أعطي لنفسي أو لقدراتي ما هو فوق إمكاناتي، وبالتالي لأن الأمر سوف ينعكس علي سلبا. أحسنتم يا شباب. أما إذا اتسقت الذات النموذجية مع الذات الفعلية فإن هنالك مجموعة أمور تتحقق. تفضل اقرأ لنا يا علاء. هي تؤدي إلى شعور الفرد بارتياح والثقة والقوة نتيجة لحالة التطابق بينهما والتي تتأثر بالتقدير الإيجابي غير المشروط من قبل الوالدين. تمام. إذا هذه الصورة النموذجية عن الذات هي التي تتوافق وتتوازن بين ما أتصوره عن هذه الذات وبين ما أنشده من طموحات وأشياء أتمناها أو أريد أو أسعى لتحقيقها في الواقع. يلعب دورا مهما كما ذكرتم من قبل الأسرة. فعندما تحصل لدي حالة تطابق بين صورتي والأمور الحقيقية الواقعية عن هذه الذات تتأثر بالتقدير الإيجابي غير المشروط من قبل الوالدين. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. في يوم من الأيام إن شاء الله سوف تصبحون آباء، وهذا للأسف نلاحظه في مجتمعنا ببعض الحالات القليلة التي نتمنى أن لا تكون كثيرة. مثلا الطفل عندما يتصرف سلوكا سيئا في البيت فنجد أن أمه تقول له بما أنك فعلت كذا فأنا لم أعد أحبك، أو أنت لم تعد ابني المدلل، أو أنت لم كذا. هذا الحب، هذه العاطفة إذا ارتبطت بما يقدمه الطفل أو بما يقوم فيه في هذه الحياة فإنه سوف يؤثر بشكل عميق جدا في شخصية الفرد. فعلى الأهل عندما يريدون أن ينتقدوا أبنائهم يقولون أن هذا السلوك خطأ وهذا السلوك لا يصح أن تتصرفه، ولكن أنا أحبك رغم كل شيء. فيجب دائما أن نقول أو نقدم الحب للأطفال دون أي شرط أو قيد. واضح الصورة يا شباب؟ في أي سؤال؟ أحسنتم. نستنتج ما هي المشاعر التي تتركها السلوكيات التي لا تحظى بموافقة الوالدين لدى الطفل من وجهة نظركم؟ تفضل يا عبد الرحمن. الطفل دائما يحاول كسب رضا الجميع تجاه نفسه، لهيك السلوكيات تخلف مثلا عدم رضا عن النفس أو خيبة أمل من الذات. أحسنت. إذا ذكرنا هذا الأمر من أجل أن لا نستفيض فيه بشكل مبالغ فيه، دور الأهل مهم جدا ودور الأسرة في تقدير الذات بشكل إيجابي بشكل مرتفع من أجل أن ينعكس إيجابا على الذات. محورنا الأخير، كيف يتم تطوير الذات لتكون أفضل مما هي عليه؟ تفضل قرأ لنا يا علاء. تحسين القدرة على ضبط النفس والمشاعر والانفعالات. تمام. وتحسين القدرات والإمكانيات. لا يا وقف واحدة واحدة يا علاء. إذا أول بند تحسين القدرة على ضبط النفس والمشاعر والانفعالات بحيث أنني أتحكم بمشاعري بذاتي دون تأثير أو ضغوطات خارجية. ثاني بند يا مهند.
تحسين القدرات والإمكانيات المؤهلة والمؤهلات أحسن من خلال الدراسة، من خلال الدورات التدريبية، إن كان للناحية الفكرية أو للناحية العملية، فإن هذا الأمر كله يساعد أيضا على تطوير الذات. النقطة الرابعة والبند الرابع يا أدهم، معرفة نقاط القوة في الشخصية وتطورها. تمام، إذا معرفة نقاط القوة أن أعرف ما هي إيجابياتي وما هي سلبياتي، هذا الأمر أيضا يفيدني في تطوير ذاتي. يا عبد الرحمن البند الأخير، اكتساب مهارات عديدة. تمام، إذا أن لا أجعل المعلومات أو المهارات التي أكتسبها شيء محدود أو مرتبط فقط بمجال عملي، إنما أنوع وأختار العديد من المهارات التي أريد اكتسابها في هذه الحياة. يعطيكم العافية ألف شباب، وإذا في عندكم سؤال في النهاية فتفضلوا. لقيتوا الدرس المناسب؟ تمام تمام، يعطيكم ألف عافية.